السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم عبد الرحمن الخالدي من معرض عماد الدين للسيارات. طبعا للمرة الرابعة ننزل تقرير عن ميتسوبيشي باجيرو 2016، بس لكن دائما الفئات اللي معنا مختلفة عن بعضها البعض. الفئة معنا اليوم هي 3800 فل كامل وارد الحبتور. طبعا الفئة هي 5 أبواب العادية السيدان. نتكلم لكم عن المواصفات حقتها وأبرز اختلافات بينها وبين البريمي الفل كامل. طبعا سعر السيارة عليه عرض حاليا ب 96,000 ريال، بالأمانة سعر مغري جدا. السعر هذا ما حد حلم فيه حتى عام 2004، كان سعر السيارة ذيك الأيام الفئة هذه 120,000 ريال تقريبا. طبعا ناخذكم جولة سريعة عن السيارة. نتكلم عن مواصفات المحرك والجير. ما دامنا ماشيين وماشيين، فالمحرك 3800 سي سي مع جير، عفوا 3800 سي سي 6 سلندر في 6 مع جير اوتوماتيك بخمس سرعات، عفوا خمس سرعات توب ترونيك. بالنسبه لنظام الدفع، فالباجيرو معروف دفع خلفي مستمر، وفي نظام ان تخلي الدفع رباعي مستمر وتمشي عليه عادي، وبرضو عندك دبل خفيف ودبل ثقيل ودوف لوك. بالنسبه لمواصفات الخارجيه للسياره، فأكيد أنتم شايفين السيارة من الواجهة شبك كروم، أنوار ليد، كشافات ضباب، غسيل أنوار، أنوار زينون. عندكم هنا تمثال ميتسوبيشي، الجنوط ألمنيوم مقاس 18 إنش، بالإضافة إلى بطاية جانبية فيبر جلاس مع مرايا، كروم مع إشارات مرايا، مع حناية عفش، مع مقابض أبواب كروم. طبعا السيارة حساسات خلفية عدد 4، هذا واحد وهذا واحد وهذا واحد وهذا واحد، يعني 4. وعندكم كشاف ضباب خلفي في الوسط، عندكم جناح. نتكلم عن مواصفات السيارة الداخلية، خلينا نشوف السيارة. طبعا نفتحها جوا. سيارة ريموت، صورنا ريموتها أكثر من 3 مرات. عندكم مقاعد جلد، طبعا زجاج كهربائي. شوفوا المقاعد يا أخوان، مقاعد جلد بيج، زجاج كهربائي مع سنتر لوك، مع مرايا كهربائيه، مع خاصيه الطير اوتوماتيكي، مع كشاف تحكم كشاف الضباب الامامي وكشاف الضباب الخلفي، مع نظام الحساسات، تحكم نظام الحساسات. طبعا يا اخوان نشوف السياره من جوا. عندكم هنا تحكم بالنظام الصوتي، بلوتوث، مثبت السرعه. السياره تخشيب، السياره تخشيب. هذا عدادها، تكلمنا على الدبل، اللي يبغى يشوف تفاصيل الدبل ونظام الدفع يروح يشوف الباجيرو الكوبيه تكلمنا فيه. طبعا عداد الرحلات كتب برضو اعطيناكم تفاصيله في الباجيروات السابقه. شاشه معلومات بدون نافيجيشن بكاميرا. هذه السياره من جوا، هذا الجير، هذا الدبل، تكلمنا على الدبل بالكامل عن طريق الباجيروات السابقه. طبعا دفع خلفي، دفع رباعي مستمر، دبل خفيف، دبل ثقيل، الجير اوتوماتيك، نظام التروبتونيك من هنا، مكيف لمس، الداخليه طبعا كرسي السائق والراكب كهربائي، مع نظام روكفورد، نظام صوتي جميل من ميتسوبيشي، نفس نظام الجي بي ال الموجود في التويوتا، وخاصه الاف جي شبيه فيه جدا، سماعات ومضخمات. طبعا فتحة السقف ما يحتاج احد يتكلم فيها، الباجيرو معروف بفتحة السقف حقته الجميلة الكبيرة اللي تعتبر من افضل واكبر فتحات السقف في العالم. عندكم مواصفات السيارة، هذه السيارة من ورا، طبعا احنا مردين المراتب عشان التصوير، وهذا التكييف حق السيارة من ورا المكيف الخلفي. عندكم المراتب موجودة، فصلناها في الباجيرو 3800 كيف نفتحها وكيف نطلعها. فيا اخوان سعر السياره جدا مناسب للاخوان اللي صراحه يعني وده بجيب ما يكون سعره مرتفع وعملي ويشتغل معاه ويكرف. يعني تاخذ جيب ياباني بقيمه سانتافي ستاندر 6 سلندر، متراكب هنا شيء ياباني واسم معروف منذ قدم الزمان، يعني الباجيرو من افضل سيارات الدفع الرباعي بالعالم، وعلى قولتهم بطله رالي دكار. فعيب الباجيرو الوحيد يا اخوان، عيبين فقط لا غير، اللي هي صرفيه الوقود شوي مرتفعه لها الله، وعندكم القساوه نوعا ما، لكن سياره جوده وعمليه واناقه وفخامه، كل شيء متكامل فيها،
والحمد لله الباجيرو بدأت تتوفر قطع غيارها بشكل كبير، على خاصة أن السيارة بدأت تروج في الشوارع ما شاء الله. عام 2015 يوم بدأوا الموزعين اللي برا في برا المملكة اللي في دول الخليج بحرق سعر السيارة ومنافستها، حتى صار الباجيرو الفل كامل 3800 أقل من سعر تويوتا فورتشنر 4 سلندر دبل. يعني تاخذ هنا شيء خيالي صراحة، سيارة جودة عالية بسعر بلاش 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 بالأمانة. قيمة قيمة سوناتا ولا قيمة كامري الباجيرو هذا الجبار ما شاء الله تبارك الله. طبعا في اخوان طلبوا صرفية الوقود، هذه صرفية الوقود الباجيرو. بالنسبة لمواصفات الأمن والسلامة، عدد 7 حزمة أمان، إرباقات جانبية، إرباقات أمامية، عدد 8 فرامل بي إس، نظام ثبات إلكتروني. أبرز المواصفات اختلاف بالمواصفات عنه وعن البريمي 3800 الفئة الذهبية، العلامات الذهبية، شاشة الملاحة والزيق الجانبي الكروم والستارة الخلفية اللي موجودة هنا في ورا في الشنطة، وعندكم الهوك الخلفي. بالإضافة إلى هنا أنك موفر تقريبا حول 11000 أو 12000 ريال. عموما إن شاء الله يكون عجبكم التقرير. أخوكم عبد الرحمن الخالدي، لا تنسوا دعم القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.